وفيري كلوز، علاقتنا وايد حلوة من عقب البرنامج، يعني كوننا علاقة صداقة وزمالة كلها احترام ومودة وحب، وهذا طبعا اللي كنت أبيه يعني حبيته. ما تخيلت يعني في ناس خلاص أقابلهم مرة مجرد لقاء ومع السلام السلامة. عليكم وظل معرفة طيبة. اي، واللي حبيته صدق مي في لقاءاتك، خلي ان انت ناقده فنيه في مجال السوشيال ميديا وقبل بالمجلات، لان انا اتابع من زمان، بس في لقاءاتك اللي احبها ان انت تعطين الامان للضيف ومو من المذيعين اللي تهينين الضيف. طبعا اخر فتره بعض البرامج مو